من هنا ومن هذا الرصيف انطلقت مساء السبت الماضي السفينة المنكوبة فرج الله اثنين التي كانت تقل على متنها 60 مسافرا بينهم نساء وأطفال من أبناء محافظة سقطرى، لكن لم تتضح حتى الآن الأسباب التي أدت لغرقها، فيما تقول بعض المصادر أن هذه السفينة والتي ترفع العلم العماني كانت تحمل الكثير من البضائع التي أدت إلى غرقها، وفيما تواصل عمليات البحث والإنقاذ عن هؤلاء الناجين بمشاركة قوات التحالف العربي وقوات خفر السواحل اليمنية بالإضافة إلى سفينتين نمساوية وإسترالية. إدارة ميناء المكلا والتي قالت إن هذه السفينة ليس مرخص لها لحمل البشر ونقلهم إلى محافظات أخرى أخلت مسؤوليتها عن هذه السفينة وقالت إنها اتخذت بعض الإجراءات. أستاذ سالم، ما هي هذه الإجراءات التي اتخذتموها وكيف حصلت هذه الحادثة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لهذا الحادث المؤسف، في البداية أود أن أقدم التعازي لأهالي الضحايا في هذا الحدث المؤلم. وبالنسبة لكيف حدث الغرق، فهي سفينة ما تسمى سفينة، هي عبري بالأساس تستخدم للصيد أو نقل البضائع بشكل محدود يعني. طبعا بالنسبة لنا احنا كسفن، نحن نتعامل مع البواخر والسفن الخشبية بدرجة أساسية اللي تندرج ضمن نظامنا واللي يتناول معها يتعاطى معها القانون، قانون المواني. لكن بالنسبة للعباري هذا فهي خارج سلطتنا بالمرة، لأنها تعتبر سفن صيد صغير على مستوى محدود، فيستخدمها أهالي سقطرة في الوقت الحالي لشحن بضائعهم وللسفر يعني إلى سقطرة نتيجة للصعوبة في الطيران. بعد حصول الحادث طبعا السلطة المحلية بشكل عام يعني ولاية المحافظة تحركت بسرعة وعلنت حالة الطوارئ وشكل لجنة أيضا لتقصي الحقائق واتخاذ الإجراءات المناسبة لعدم تكرار هذا الشيء مرة أخرى يعني. حياك الله. وبالرغم أن هذه القوارب تشكل خطورة كثيرة على المسافرين، إلا أن لا سبيل آخر أمام المسافرين من أبناء سقطرى في ظل إغلاق مطار المكلا. محمد اليزيدي لقناة بلقيس، ميناء المكلا.